أعلنت منصة بيزنس إنسايدر المختصة في الشأن الإفريقي، أعلنت تصدر مصر قائمة دول شمال إفريقيا كأفضل وجهة للاستثمار الأجنبي للعام 2024. وذكرت منصة بيزنس إنسايدر أن القائمة تضم أيضا المغرب وتونس والجزائر، فيما استند التصنيف على تطور البنية التحتية والتكنولوجيا والأمن والمناخ السياسي، ما جعلها ملاذا آمنا للشركات الأجنبية التي تتطلع إلى توسيع نفوذها. وأشار التقرير إلى أن تلك البلدان الإفريقية أنفقت الوقت والموارد لضمان قدرتها التنافسية العالية على الساحة العالمية عندما يتعلق الأمر بعائد الاستثمار. بحث وزير البترول كريم بدوي مع رئيس حكومة إمارة الفجيرة بدولة الإمارات الشيخ محمد سعيد، بحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. وخلال اللقاء أكد وزير البترول على تمتع البلدين ببنية تحتية متطورة، خاصة في مجالات تخزين وتداول البترول والمنتجات البترولية. ولفت بدوي إلى أن هناك توسعات جديدة جرى تنفيذها بميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط، وأيضا هناك إمكانية للتعاون والتكامل ما بين البلدين للاستفادة من تلك التسهيلات والبنية التحتية في هذه المجالات. عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط عقدت اجتماعا افتراضيا مع وزير المالية أحمد كوجوك بشأن أعمال الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية. تناول الاجتماع دور الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية في التنسيق مع الوزراء المعنيين الذين تتبعهم الهيئة الاقتصادية للوصول إلى إعداد رؤية كاملة تشمل دراسة وضع الهيئات الاقتصادية التي يصل عددها إلى 59 هيئة، بما يتماشى وتوجيهات الدولة لتطبيق أعلى معايير الأداء والحوكمة داخل تلك الهيئات. كما بحث الاجتماع آلية عمل اللجنة من أجل الوصول إلى إنجاز المهام المنوطة بها تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء، مع تقديم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لكافة وسائل الدعم اللوجستي والبيانات والمعلومات اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية. عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت عقد اجتماعا لبحث سبل تعزيز الجهود المشتركة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الطاقة. واستعرض الجانبان فرص الاستثمار بالسوق المصرية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث أكد اللقاء أهمية استمرار جهود التنسيق المشترك ما بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك لجذب وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة. كما أكد اللقاء حرص الوزارتين على توفير كافة أوجه الدعم الممكن للشركات المصرية والعالمية، كذا تقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة في مصر. بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي دعم وتعزيز فرص التعاون في مختلف المجالات. وأشار وزير الكهرباء إلى تحسين كفاءة الطاقة وخفض الفاقد ومشروعات الطاقات المتجددة لخفض استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون. شهد اللقاء استعراض فرص ومجالات التعاون المشترك. من جانبه أشاد جويدو كلاري الرئيس الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبيرة في كافة المجالات، مشيرا إلى أهمية التجربة المصرية في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
استقبل وزير الطيران المدني سامح الحفني السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي والمدير التنفيذي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا بالقاهرة كاتو كين. وخلال اللقاء أكد وزير الطيران المدني على عمق العلاقات الراسخة ما بين مصر واليابان وما نتج عنها من علاقات اقتصادية بناءة في العديد من القطاعات، منها الشراكة في قطاع الطيران المدني من خلال مشروع تطوير مبنى الركاب رقم 2 بمطار برج العرب. من جانبه أشاد السفير الياباني بالتعاون المثمر مع الجانب المصري، مؤكدا حرص بلاده على توثيق مزيد من العلاقات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. شهد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي توقيع عقد جديد للتمويل متناهي الصغر مع شركة كاش للتمويل متناهي الصغر، يستهدف توقيع العقد إلى ضخ 100 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لقطاع المشروعات متناهية الصغر، وذلك بكافة المحافظات من خلال مكاتب وأفرع الشركة. هذا وأكد رحمي حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بإتاحة وتيسير وصول التمويلات اللازمة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، وذلك في جميع المجالات وفي مختلف محافظات الجمهورية. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي لمؤشراتها محققة مكاسب سوقية بلغت 32 مليار جنيه، ليصل رأس المال السوقي إلى 1.954 تريليون جنيه، وذلك مقارنة ب 1.922 تريليون جنيه عند إغلاق أمس. على صعيد المؤشرات، أغلق مؤشر EGX 30 تعاملاته على صعود بنسبة بلغت 1.48% ليصل إلى مستوى 28628 نقطة، فيما أغلق أيضا مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX 70 على صعود بنسبة بلغت 2.39% ليصل إلى مستوى 6507 نقاط، فيما أغلق مؤشر EGX 100 على صعود بنسبة بلغت 2.10% ليصل إلى مستوى 9331 نقطة. أما في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في عدة أشهر بفعل مخاوف من أن الصراع المتأجج في منطقة الشرق الأوسط قد يؤثر سلبا على إنتاج النفط، حتى مع استمرار المخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط الخام. صعدت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة بلغت 1.82% ليصل إلى 77 دولار 87 سنتا للبرميل، فيما زادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 1.84% مسجلة 74 دولار 55 سنتا للبرميل، فيما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 1.63% مسجلة دولارين 2.33 سنتا للتر. أخيرا، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 2.69% مسجلة تقريبا دولارين وست سنتات، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي أن الصادرات الألمانية انخفضت بأكثر من المتوقع في شهر يونيو، وذلك بسبب ضعف الطلب من الولايات المتحدة الشريك التجاري الرئيسي للبلاد ومن بقية أيضا دول الاتحاد الأوروبي. تراجعت الصادرات الألمانية من السلع 3.4% في يونيو على أساس شهري، وذلك مقارنة بما توقعه محللون، واستطلعت رويترز آراءهم بأن تهبط 1.5%. وهبط فائض التجارة الخارجية بنسبة بلغت 20.4 مليار يورو بما يعادل 22.3 مليار دولار في يونيو،
من 24.9 مليار يورو في مايو، بما يخالف توقعات المحللين عند 23.5 مليار يورو.